قتل 27 شخصا وأصيب قرابة 80 آخرين بجروح في انفجار قنبلة قرب أحد المعابد والمراكز التجارية وسط العاصمة التايلاندية بانكوك. وقال وزير الدفاع التايلاندي إن التفجير وقع في مزار هندوسي يقصده آلاف البوذيين والسياح، كان يستهدف إلحاق أضرار بقطاع السياحة الحيوية. ذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم تفكيك قنبلة ثانية في المنطقة، كما وردت أنباء تحدثت عن وجود سياح أجانب بين القتلى.